هنا ومن قلب الحطام نوّرت لكم رسالتنا، رسالة وطن عاش أسوأ حالته لكن العزيمة والصمود ثابتة. أبث لكم من قلبي منزلي، منزل الشهيد فادي أبو شخيدم. هنا وكانت غرفة أخي عبد الله وعبد الرحمن. من قلب الحطام ومن هدم الجدران الخارجية للمنزل، وهنا إغلاق الأبواب، وكان إغلاق الأبواب ليس كان الإغلاق إغلاق على النفوس، ولكن إغلاق على العزيمة، إغلاق على وتضييق على ما يجري في هذا. وهنا كانت غرفتي التي كانت فيها أجمل ذكرياتي، عملي، رسوماتي، كل شيء مدفون في كل زاوية من هذا البيت. يعجز اللسان عن قول ما يصف في داخلي. الذكريات في كل حجر من هذا الحجارة المهدم، أنظر عليها وكأنها لم تهدم قط. هنا ومن وراء هذا الحديد كان صالوننا الذي يضم مكتبة أيضا، كان أبي يدرس فيه ويقرأ القرآن. كان مركز تواجدنا هنا، كل شيء في هذه الزاوية يعتلي أبواب الحرية. وهنا المطبخ، كان هنا مطبخنا، وكانت هنا غرفة المعيشة التي كنا نحن نتفرج على التلفاز، نراجع بعض الأمور العائلية التي كانت ولا بد أن تكون من أجمل اللحظات.
ذهب البيت، لكن لم تذهب عزيمتنا، لم تذهب روح أبي في هذا البيت. كل شيء يذكرنا به، قد يمر الزمان على هذا البيت وهدمت الحيطان.